الكفاءات الإعلامية في المهجر لخدمة القضايا الوطنية. سيد خشيشان ورضوان الخضري واقعان على هذه بداية تعاون وثيق ومثمر بين الطرفين يتم الإعلان عليه بالتوقيع على هذه أمام أنظاركم. الدكتور رضوان القادري رئيس جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ارتأت جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في إطار أنشطتها العلمية والدولية بتنظيم ندوة فكرية دولية بعنوان الإعلام وقضايا الهجرة وإدماج كفاءات مغاربة العالم في الدينامية المجتمعية بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك اعتبارا على أن الإعلام هو شريك استراتيجي في تناول ومعالجة القضايا التي تهم الهجرة عامة وقضايا مغاربة العالم المقيمين بالخارج على وجه الخصوص. وتأتي هذه الندوة العلمية تماشيا مع توجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الإشراك الفعلي لمغاربة العالم في مجالات التنمية والاقتصاد والسياسة والأمور الاجتماعية والثقافية للبلاد. وتشكل هذه المناسبة محطة للوقوف عند مختلف القضايا الكبرى التي تطرحها الجالية المغربية والتحولات التي تعرفها سياقات الدول دول إقامة مغاربة العالم، والتي نعتبرها أرضية خصبة الفاعل الحكومي إلى ضرورة العمل على خلق خرائط جديدة لمعالجة هذه القضايا بإشراك الكفاءات المغربية بالخارج، وباعتبار أن الجالية المغربية هي أكبر سفير لصورة المغرب في الخارج وأن لها من الخبرات والتجارب والمعارف مما يجعلها تساهم في مسار التنمية الذي دعا له جلالة الملك نصره الله في العديد من الخطب الملكية السامية. إذا قلت هذه النشاط المنظم مع زملائنا في جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، الهدف منه أن ننصت لبعضنا البعض من أجل أن نبلور رؤية جديدة وخطاب جديد للتعامل مع هذه الثروة البشرية التي يمتلكها المغرب. جلالة الملك ذكر في أكثر من خطاب على ضرورة صياغة رؤية جديدة حتى على المستوى المؤسساتي من أجل أولا إدماج هذه الكفاءات وإدماج هذه الطاقات داخل النسيج الاجتماعي المغربي وفي الدينامية الاجتماعية والسياسية. بطبيعة الحال هذا الأمر يحتاج ليس فقط من المؤسسات الرسمية، ولكن يحتاج كذلك من المجتمع المدني أن يلعب دورا أساسيا في تقريب ذلك، وأنتم تعلمون على أن دور الإعلام محوري في ذلك. الإعلام هو الذي يبلور الخطاب المناسب في اللحظة المناسبة وفي التوقيت المناسب، وأعتقد أن هذا التوقيت مناسب جدا لأننا نقوم بعملية استدراك لمرحلة قوية مرت في تعاملنا مع هذه الطاقات، والتي لا يمكن أن نقول بأنها لم تكن إيجابية ولكن لم تكن مكتملة بالشكل الذي نطمح إليه. ولهذا نجتمع اليوم من أجل أن ننصت كما قلت لكم لبلورة هذا الخطاب في أفق أن يكون إعلامنا واعيا بأهمية هذه الثروة البشرية وضرورة الاستثمار فيها. عليكم، معكم ياسمين القدوي مندوبة جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج بالمملكة الإسبانية جهة أندلسية. اليوم كان لي عظيم الشرف الانتقال من بلد الاستقبال اللي هو المملكة الإسبانية إلى البلد الأم اللي هو المغرب الحبيب للمشاركة في هذه الندوة الدولية القيمة من تنظيم جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحت إشراف الدكتور رضوان القادري بصفته رئيسا للجامعة. وكذلك هذه الفرصة أتاحت لنا، يعني كانت فرصة كريمة لأتقدم بتهانينا الخالصة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأطال الله في عمره بمناسبة هذا الشهر الكريم المبارك، ولسائر الأسرة العلوية الشريفة وللشعب المغربي داخل وخارج الوطن. وكانت هذه الندوة متعلقة بدور الإعلام والصحافة في إدماج مغاربة العالم في الدينامية المجتمعية،
والإعلام والصحافة لهم دور كبير في هذه المهمة التي تجعل الجالية تساهم بنسبة كبيرة في تنمية البلاد اقتصاديا اجتماعيا سياسيا وثقافيا. وتحية عالية لكل المهاجرين والمهاجرات في كل بقاع العالم وللشعب المغربي داخل الوطن على روح المحبة والإخاء والسلام. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.